حضرتك نقيب للفلاحين سابقا وتعلم كل التفاصيل اللي بيعيشها الفلاح يعني على مدار التاريخ وحتى يومنا هذا. خلينا أسأل حضرتك السؤال الأول، هل هناك تعمد لدى الدولة لتدمير هذه الثروة والضغط على الفلاحين لمنع زراعة معينة وشيء معين، أم هناك بالفعل في مشكلة بتواجه الفلاح في مصر النهاردة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن التعمد واضح جدا يا أستاذ حسام. حضرتك بتتكلم بتقول أن عبد الفتاح السيسي احتفل بعيد الفلاح مرة واحدة في 2014، يعني كده الاحتفال كان في أول شهر 9 2014. في شهر 10 2014 تم زيادة سعر الأسمدة 50%. نعم. وكم مكسبها هذا الفارق الضخم 50% دي لأصحاب المصانع، رغم أن بعض المصانع دي أصلا اللي أنشأ الفلاحين عشان تبقى حضرتك في الصورة. نعم. فأنا لما أرفع العنصر الأساسي في الزراعة 50% مرة واحدة، يبقى إذن أنا تتخيل إيه، متعمد يعني ولا غصب عنه؟ يعني حضرتك حاج عبد الرحمن شايف إن ده أمر متعمد من قبل الدولة للقضاء على هذه الثروة؟ نعم 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 نعم. أنا لما أول تصريح يقوله وزير التموين الانقلابي يقول ان احنا ما نقدرش ابدا نكتفي من القمح ولازم نستورد قمح من الخارج، يبقى ده تعمد ولا ده غصب عنه؟ نعم. لما يطلع وزير الزراعه ووزير التموين مع بعض ويقولوا ان احنا خلاص عصر القمح المصري انتهى، يبقى ده دعم ولا ده تعمد؟ نعم. انا قدامي وقائع وحقائق مذهله إن دولة بتحاول تدمر مزاياها الاقتصادية والاجتماعية وبتدمر أكبر قطاع موجود عندها وهو القطاع الزراعي، وكل الدول اللي عملت تقدم اقتصادي وعملت تنمية بدأت من الزراعة، وخصوصا أن الزراعة المصرية حققت في تاريخها أعلى دعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري خلال تاريخه.